متوقع أنه ختامها مسك، هذا عنوان الأرباح، لأنه إنفيديا جاءت آخر واحدة يمكن في قطاع الـ AI وفي قطاع السيمي كوندكتورز بشكل عام. هي قيادي لفترة طويلة جدا وحجمها كبير جدا، عندما الشركة تتحول إلى 3 تريليون كماركت كاب كقيمة سوقية أتوقع سوف تكون قيادي وأرباحها تكون مؤثرة، مع العلم بأن التوقعات بأن يكون هناك زيادة في نتائج عن مقارنة بالسنة الماضية للربع نفس الربع ب100%، 112 و120%، هذه زيادة كبيرة جدا ونسبة نمو عالية لشركة بهذا الحجم. يعني الأسواق شو بدها أنه تكون نتائج مثل التوقعات ولا تريد أكثر من التوقعات ليستمر هذا الزخم؟ هو للـ AI كله الأسواق دائما ما تسعر أكثر وتسعر يمكن نتائج إيجابية ممتازة، ولكن إذا لاحظنا المساعدين لشركة إنفيديا اللي هي شركة TSMC وشركة SMCI، شركة TSMC توفر لها طبعا الشيبس بشكل عام وكذلك SMCI توفر لها السيرفرز، هذه النتائج للشركتين كانت إيجابية سواء TSMC أو SMCI، مما يدل على أن نتائج إنفيديا نفسها طلبيات كبيرة. أيوة سوف تكون نتائج إيجابية وموافقة للتوقعات ويمكن أن تكون أكثر بقليل من التوقعات. التوقعات في الأسواق يمكن التحركات في الفيوتشرز متوقع أن يكون احتمالية أن نرى 6.5 إلى 7% صعودا أو هبوطا مع نتائج الأرباح، وطبعا طالما أن احتمالية كبيرة جدا أن تكون أكثر من التوقعات يمكن أن نرى 6% 7% صعود فيها. طيب أسهم التكنولوجيا هي التي قادت النشاط يعني في السوق الأمريكية لوقت طويل جدا، لكن يعني في الفترة الماضية بداية شهر أغسطس صار تركيز أكثر على الأساسيات وخصوصا يعني بعد بيانات الوظائف اللي دمرت الأسواق. التركيز في الفترة المقبلة يعني ما الذي سيحرك الأسواق؟ هل سننظر إلى الأساسيات أم يعني اعتبارا من يوم الجمعة ربما سننظر إلى PCE إلى الإشارات الفيدرالي؟ ما المحرك الأساسي؟ هي طبعا بعد تصريح الفيدرالي الأخير بالذات مع جيرم باول واضح أن البيانات هي سوف تكون القيادة الفترة القادمة. واضح أن PCE كذلك سوف يكون طبعا المؤشر المفضل لدى الفيدرالي، القراءة فيه لو جاءت إيجابية سوف تثبت توقعات الفائدة، اليمكن أن يكون حتى الآن مسعرة نسبة 25 نقطة أساس أكثر من 63 إلى قرابة 70%، فهي نسبة كبيرة جدا أن يكون هنا 25 نقطة أساس، ويمكن إذا ما جاءت البيانات بشكل إيجابي جدا وهي الغير متوقع أن تكون إيجابية جدا يمكن أن تكون 50 نقطة أساس. أنا شخصيا لا أستبعد 50 نقطة أساس وأكد على 25 نقطة أساس وأن البيانات ذاهبة في هذا الطريق، البيانات التضخم ذاهبة في الاتجاه. يعني أنت بس برأيك يعني أدني الأسواق راح تكون حساسة على بيانات الوظائف في المقبلة يعني بأول سبتمبر، هل راح تكون حساسة بنفس الطريقة اللي رأيناها ب 2 أغسطس أم أنه خلص بما أنه الأسواق بدأت تسعر خفض الفائدة فبالتالي خف البانيك؟ هي تقريبا خفض الفائدة أصبح مسعر بنسبة 100%، لا يوجد هناك شيء يمكن أن يمنع خفض الفائدة حتى الآن، لكن البيانات بالذات الوظائف القادمة شفنا كيف بيانات الوظائف الأخيرة كيف أثرت على الأسواق، ولكن الفرق أنه هل سيكون خفض مع بانيك أم خفض بلا بانيك؟ هو يمكن أن لا يكون بانيك، يعني القطاع الوظيفي أو تشكيل الوظائف بشكل عام في أمريكا هو نوعا ما متباطئ ويستوعبون أن هناك تباطؤ في هذا القطاع، ولكن التباطؤ ليس بذلك السيء جدا، يعني هناك ما زال خلق وظائف وهناك وظائف حتى لو في الحدود الدنيا، هذه القراءة يمكن أن تراجع إلى الأعلى بالذات إذا ما جاءت القراءات رجعت إلى الأعلى القراءات السابقة، وهذه القراءة تكون جيدة القادمة علينا في أول أسبوع في سبتمبر يمكن أن تكون ممتازة جدا مما يدعم قرار خفض الفائدة، ولكن هي لن ترجح مثلا 50 نقطة أساس، هي سوف تؤكد على مسار خفض الفائدة اللي يمكن أن يستمر أكثر وأكثر مما يجعل نوفمبر يمكن أن يكون كات وديسمبر. يعني المهم أن تشعر الأسواق بأنه الأمور تحت سيطرة الفيدرالي. تحت السيطرة بالضبط. دعنا نستفيد من الوقت لنتحدث قليلا عن أسواق السلع. اليوم الذهب رأيناه تحت 2500 دولار، ولكن في اتجاه متصاعد بأسعار السلع، رأينا مثلا سعر النحاس أعلى مستوى في 4 أسابيع تقريبا، ولكن هناك تقلب كبير نراه في أسواق السلع، القهوة عقود القهوة all time high، ولكن أيضا تقلبات كبيرة جدا وحادة جدا، عملية تصحيح تخسر 30-40% من السعر ثم تعود وتسجل مستويات قياسية جديدة، ما الذي يحدث في أسواق السلع؟ ويعني إذا مستثمر عادي كيف يمكن أن يدخل إلى هذه الأسواق بمخاطر كبيرة؟ نحن نراقب السلع وبدأ من فترة طويلة جدا على أنه في تقلبات كثيرة جدا في السلع الغذائية وحتى المعادن الصناعية وغيرها،
وصراحة لاحظنا حتى كذلك التداول، نسبة التداول العالية جدا على الكاكاو على سبيل المثال في التقلبات الكبيرة، كاكاو وصل إلى قرابة 11,000 وهبط والآن يرتفع كذلك مستوى 8,000. فبالتالي الكاكاو سوف يزيد التقلب لديه طالما أن هناك مشاكل دائمة في الحصاد وفي المحصول. القهوة ذكرنا هنا كذلك على قناة العربية بأن القهوة يمكن أن تتجاوز مستويات 260 وتحقق نيو أول تايم هاي بسبب أن كان فعلتها أي يعني بطبيعي، ولكن هي طبعا مشروب شعبي ممتاز جدا الكل يفضله مثل الشوكولاتة، يعني أكيد الكل يحب الشوكولاتة. الكاكاو سوري القهوة في صناعة في فيتنام والموسم السابق كان هناك انخفاض بشكل كبير، وكذلك دلالة على أن احتمالية الموسم القادم لن يكون الحصاد جيد. سريعا كيف تؤثر على بعض أسهم الشركات المرتبطة بها مثل ستاربكس؟ هي تؤثر عليها لكن التأثير يعني التأثير سوف يكون طويل، لن يكون حديث سوف يأخذ فترة طويلة، لأن هذه الشركات تؤمن مخزونات لفترة طويلة وتكون عندها عقود آجلة بشكل منتظم ولديها كذلك موردين، فأتوقع أنها لن تتأثر قليلا. لديها أدوات تحوط أكيد أدوات تحوط كبيرة جدا. النحاس إذا ذكرنا النحاس بالذات شفنا يمكن أرقام تاريخية للنحاس، المخزونات في الصين وصلت 336,000 طن، هذه مخزونات لم نراها في تاريخ الصين. كذلك الصادرات من الصين 158,000 طن صادرات من الصين، هذا دلالة على أن هناك ضعف في الطلب الداخلي في الصين، ولكن هذا في آخر قصير ولكن آخر أسبوعين هذا الشهر هذه شفنا الزيادة الكبيرة، آخر أسبوعين حصل أقوى طلب في الداخل في الاقتصاد الصيني، هذا مما دفع أسعار النحاس ويمكن أن تستمر في الصعود.